مشاريع ومشاكل على إذاعة إيت راديو. السلام عليكم، معكم ياسين رضوان. دوزت أكثر من 18 عام في عالم الاستثمار ومقاولات. بديت في البنوك الاستثمارية، من بعد سيرت عدد من الشركات، وفي السنين الأخيرة كنت نواكب عدد من الشباب باش يطوروا المشاريع ديالهم. وهذه الفكرة ديال مشاريع ومشاكل، هو نسمعوا مستثمرين مقاولين شباب عندهم أفكار ولكن واحلين في شي حاجة، حاولوا نعاونوهم. معنا اليوم مهدي من الرباط. مهدي، السلام عليكم. السلام عليكم سي رضوان، كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ طبعا الحمد لله، بارك الله فيك. كيداير نتوما؟ بخير الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا على الاتصال ديالك سي مهدي. انت انجينيور توبوغراف، شنو المشروع اللي بغيتي دير باش بغيتي تبدا؟ الوغ انا اون طونك انجينيور توبوغراف افيك 3 ans d'expérience تقريبا، دونك كوم توت انجينيور توبوغراف لو ريف ديالي سي دافوار مون بروبر كابيني. دونك هذا هو لو بروجي ديالي، لو بروجي كو جي ان تيت. ودابا جو ترافاي سور ليدي، يعني باقي اون فاز دو ريفليكسيون اي دو كونسيبسيون. D'accord. Alors la question qui me travaille ou qui me taraude un peu l'esprit, c'est la question de prospection. Très bien. Sais que كلشي تيقول بلي خدمه كتجيب وحدها وهذا داكشي، مي en fait moi j'arrive pas à comprendre هاد القضيه. Donc je me pose toujours la question de prospection et de comment fidéliser ses clients يعني par la suite. Très bien. عندك الحق، الخدمه تجيب وحدها لا، ولا تجيب وحدها بزاف ديال الوقت، et هذاك الوقت c'est de l'argent qui est perdu parce que تخلص كره، تخلص يمكن une personne معاك etc. Donc là je pense que clairement il faut mettre en place une stratégie et كيف ما كان le métier، كيف ما كان le secteur. Alors بالنسبه ليك انت، je pense que la première étape à mettre en place c'est la plus basique، c'est les outils de communication on va dire de base. يعني une fois تختار le local ou fini qu'on le bureau ديالك، il a كان bien sûr على حسب le budget اللي عندك بالنسبه للكره وكل شيء، il a كان sur un axe principal هادشي يعاونك باسكو غاد لا فيزيبيليتي يبان لو بانو، دونك ça va aider bien sûr. Tout ce qui est outani tous les outils de communication les ساهلين، دونك لي كارت دو فيزيت لي بروشور خاصهم تا هما توجدهم يكونوا باينين. Sur internet avoir un site internet اللي يكون ريفيرونسي، يكون ريفيرونسي يعني مثلا يكون ريفيرونسي في زانوير، على ود لا aussi الناس يقدروا يمشي يقلب دي توبوغراف او اجنت توبوغراف رابا، دونك يلقاك parmi les structures référencées عندهم. هذه النقطه الاولى، دونك les éléments de base اللي خاصهم يكونوا absolument، وكلما دوزتي فيهم الوقت ودرتيهم مزيانين كلما سوف ايدي. Ça c'est le premier point. D'accord. النقطه الثانيه، je pense خاصك تشوف ce qu'on appelle les prescripteurs، يعني الناس اللي يقدروا يوصلوك اللي تلقاو مع بوكو د كليون بوتونسييل ديالك، يعني لي نوتير، لي اركيتيكت، ميم لي اجونس اوربان، لي كونسيرفاسيون فونسيير، هادو كاملين سي دي ستركتور تيجيو عندهم بزاف ديال الناس اللي تيحتاجوا التوبوغراف. دونك الا مشيت وانا تعرفت بهم وجي مين غولاسيون كوميرسيال مزيانه معاهم، غولاسيون هيومن مزيانه، راه يعاونوا. خلي غير تخلي كارت فيزيت ديالك، تخلي البروشور ديالك، تقول فوالا جا شي حد اكسيتيرا، راه مرحبا، يجي من طرفك، جو لو فري ان بري اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو كلهم دي بريسكريبتور، سا تفي غاني دو طون، تربح الوقت باسكو تيقيسوا 50 60 100 عدد ديال الناس اللي تعاون بهم. هادو بالنسبه لي بيرسون فيزيك اون فا دير اوربان. بالنسبه للاغريكولتور، باسكو لا توبوغراف دابا تيستاو بزاف في الاغريكولتور، في ليميتاسيون دي تيران الى اخره. دونك ديرنا ميم شوز بالنسبه للاغريكولتور، لي زوفيس تا هما دابا ملي تحط اي دوسيي خاص لو بلان توبوغرافيك، خاص شحال من حاجه ما دار. دونك جو بونس تا هما لي زوفيس خاص ملي تحط كارت دو فيزيت هناك. اي دو مانيير جينيرال ونختم بهذه، اي شخص يعني في الكونتوراج ديالك، لا فامي ديالك، لو بانكي ديالك، لو دونتيست، الطبيب، مول البيسري، الكارديان طوموبيلات، هادو كاملين ما تحشمش تقول لهم فوالا انا توبوغراف، شي واحد تيقلب سيتيغ ها كارت دو فيزيت عطيها له، سان ميم دو كونتر بارتي، ولكن يبغي هو يفرون سيرفيس او انت تعرف براسك. دونك جو بونس كو الا درتي هاد لي زيتاب كاملين هادو، ما يمكن غير يكون غير الخير. اي ديغيغ لو سيرفيس بيان سور يكون دو كاليتي اي لو بري يكون كونفنابل، ما ان شاء الله ما يكون غير الخير. داكوغ. فوالا سي مهدي، جو سي با واش عندك سؤال اخر، واش شي حاجه ما واضحاش هادشي اللي قلتو؟ لا جو كرو كو سي بون. بارفي سي مهدي، شكرا بزاف على الاتصال ديالك، نتمنى لك التوفيق. ميرسي بوكو، مع السلامه. شكرا. مستمعي ومستمعات اذاعه ايت راديو، تانتوما بحال مهدي بغيتو تطوروا مشروع ديالكم، باقي ما عرفتوش شي حاجه ناقصاكم باش تزيدوا القدام، صيفطوا لنا ايميل لردوان@itradio.ma. r e d o u a n e @itradio.ma. شكرا، مع السلامه.